طبعا هذا يتسبح في الثلج شايفين، يقال انه علاج له، ينزل في حفرة في النهر في الثلج ويسبح ويطلع زي ما انتم شايفين حافي. احنا ذابحنا البرد وانتم تشتكون من البرد. شوفوا يا هالتربة، شوفوا الناس كيف العلاج. ها everything is okay؟ yeah it's okay sure not cold؟ طلع ويقول الوضع طبيعي جدا. وهذا الثاني جاي، هذا طبعا تسبحون، ينزل بالحفرة هذه اللي في النهر متجمد، حافرينها هم مسوينها لها، شفت شلون بدون تردد وبدون اي شيء. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ذيبان